تغطية محمد حافظ بالرأسية، يا سلام على الاستلام الجميل مع الفنت مع المهارة مع تغيير اتجاه الجسم أحمد داب. فريق النادي المصري بيحاول يتقدم من ناحيه اليمين احمد ذهب بينيه، وادي الدبل باس، وادي المحطه مع عريس المباراه ومان اوف ذا ماتش كابتن احمد ذهب. يعني النهارده هدفين يعني اقل من المتوسط، وادي اول لعبه واول اهداف اللقاء لنادي المريخ. اللاعب رقم 20 احمد ذهب لسه اول اهداف اللقاء. شكلنا كده هنشوف شوط تاني احسن من الشوط الاول، شكلنا كده هنتفرج على بقى مباراة حقيقية بقى. لكن معاه رقم 5 عبد المنعم، هو كرة الهدف الثاني، لعب كرة عرضية العشري على طول، لمس بدماغه اللاعب رقم 20 احمد ذهب.
Thank you.